السلام عليكم. النهاردة نتكلم عن موبايل جديد شركة ريلمي أعلنت عنه، وهو موبايل ريلمي C63 نسخة الـ5G. الموبايل اللي حرفيا بيجي بمواصفات ممتازة جدا قصاد الفئة السعرية بتاعته اللي هو أساسا بالفئة الاقتصادية، ولكن مواصفاته بتخليها تربع على عرش الهواتف الاقتصادية. فركز معايا عشان تعرف كل التفاصيل عنه. أول حاجة نبدأ بيها هي الهيكل. طول الموبايل دوت 165 ملي، وبعرض 76 ملي، وبسمك 8 ملي، والوزن عامل حوالي 192 جرام، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات الـ5G. وبالنسبة لصوته الخارجي فبيجي أحادي وبيدعم منفذ 3.5، والبصمة بتاعته بتيجي في زر الطاقة، وبيجي مع معمارية IP64 يعني مقاومة من الأتربة ورذاذ الماء فقط. اما بقى بالنسبة للشاشة فبتيجي من نوع IPS بمساحة 6.6 بوصة مع نسبة استحواذ بتوصل ل85% وبدقة 720x1604 بكسل وبأبعاد 20x9 ومع كثافة بكسلات 264 بكسل لكل بوصة، وبتيجي بقوة إضاءة بتوصل ل625 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز. وديت كل حاجة عن الشاشة، ولكن من وجهة نظري أنا ينقصها تقنية الـ HDR وطبعة حماية تيجي عليها. أما بقى بالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل دوت بيجي بثلاث نسخ، الأولى 128 جيجا مع 4 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 6 جيجا رام، والتالتة 128 جيجا مع 8 جيجا رام من نوع UFS 2.2، وبيدعم تركيب ميموري كارد لك هتضطر تستغنى عن شريحة من شريحة الاتصال. اما بقى بالنسبة للسوفت وير والمعالج فالموبايل دوت بيجي نظام تشغيل اندرويد 14 واجهة ريدمي يو اي 5 مع معالج ميتا ديمنسيتي 6300 بمعمارية 6 نانو، وبيجي بثمان انوية بتردد بيوصل ل 2.4 جيجا هرتز، ومعالج رسومي مالي G57 MC2، ودوت معالج محترم جدا في الفئة الاقتصادية، هيديك اداء محترم كبرامج والعاب من غير اي مشاكل، ويعتبر والاقوى في الفئة بتاعته. اما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل دوت بيجي باتنين كاميرا خلفية، الاولى بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.9، والكاميرا التانية كاميرا للعمق وبيجي معهم فلاش LED وبيدعموا تقنية البانوراما وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وبالنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة 8 ميجا بكسل فتحة عدسة F2.0 وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 فريم. وطبعا اداء الكاميرات هنا متواضع قوي عكس باقي المواصفات، وطبعا مفيش حاجه كامله بالفئه الاقتصاديه. اما بقى بالنسبه لباقي التقنيات فالموبايل دوت واي فاي وبلوتوث الاصدار 5.3 ومعاه كمان جي بي اس، لكن مفيهوش الاي ار ولا ان اف سي ولا الراديو. وبالنسبه للبطاريه فبتيجي بسعه 5000 ملي امبير بسرعه شحن 15 واط مع شاحن من نوع تايب سي 2 وبيدعم كمان خاصيه الاوتو جي. البطاريه حجمها كويس مع سرعه شحن للاسف تعتبر بطيئه. اما بقى بالنسبه للالوان فالموبايل بيجي باللون الاخضر والذهبي. وبالنسبه لسعر الموبايل فالموبايل دوت اتعلن عنه بسعر 130 دولار يعني حوالي 6400 جنيه مصري و488 ريال سعودي و17500 دينار جزائري و170000 دينار عراقي. وبس كده، كده انا خلصت. وبالنسبة رأيي في الموبايل فانا شايف الموبايل بيقدم مواصفات كويسة جدا قصاد الفئة الاقتصادية، يعني يعتبر من افضل الموبايلات من وجهة نظري انا. وطبعا رأيك تحت في التعليقات مهم، بس متنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير، والسلام عليكم.